يعني كلام يونس صح؟ استغفر الله. يعني كلام يونس صح؟ اعطيك سيناريو الله يخليك. اعطيني اعطيك سيناريو الله يخليك. وين هاي بعد راح؟ ترى هذا ايش قال صح ما قال؟ ده انت معاه بس انت. انا بروح. وهاي بعد راح؟ انا معاهم والله مع اخويا. عند رواس. عند رواس. والله هذا اللاعب الاسطوري ما ادري ايش مشكله عنده. يغارب الاسطوره ميسي والله ما اعرف انا ما ادري ايش فيه مشكله. ثلاثة عادي 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 في شغله. انت قلت كلام كانك تاكد على كلام يونس. لا قلت لك يونس قال لك اول ربع ساعه الفرنسيين بيضغطون بيجيبون جول. انت الحين وش قلت؟ قلت اذا الارجنتينيين. يلا تفضل. لا قلت لك صفا تعرف انه يا خلاص والله ميسي راح. تبغى تشوف خلاص خلاص تعال خلاص بشوف ثلاثة.